بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن شاء الله الدروس ما بعد العصر حتى نهاية شهر رمضان ستكون مخصصة يعني باللغة العربية. احنا خصصنا لهم بالإنجليزي ما يكفيهم، فنجعل هذا الدرس باللغة العربية إن شاء الله. ولم يبقى من رمضان إلا ربما إلا 7 أيام أو 8 أيام. فراجعت يعني أوراقي القديمة أبحث عن شيء ممكن يختصر في 7 أيام أو 8 أيام، فوجدت إن شاء الله يعني السلسلة بإذن الله تعالى تجدونها نافعة وبنفس الوقت يعني تكون مسلية، تنسي الصائم آلام الجوع والعطش إن شاء الله ما قبل المغرب. حديثي سيكون بإذن الله تعالى عن اتباع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، لكن القضية ليست كما تعتقد. الكل حدث في حياته عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ملبسه ومشربه وفي صلاته وفي صيامه وفي سننه، اتباع في الظاهر واتباع في الباطن، وهذه كلها خير، وهذا مما حدثتم به كثيرا من غيري ومن سواي فيما مضى. لكن أنا اليوم يعني وفيما تبقى من هذا الشهر سأحدثكم عن جانب مختلف يعني عن من اتباعه عليه الصلاة والسلام، لعله يكون فيها فائدة. وفي اعتقادي وفي نظري أن هذا الجانب الذي سأتحدث عنه من خلال 7 أو 8 نقاط إن شاء الله أن نغطيها خلال هذه الدروس هي الحلقة الناقصة في فهمنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يحصل مع تقدم الحضارات، يعني هناك تحرك وهناك مؤشر من خلاله نتعلم كيف تتغير المجتمعات وتتغير يعني طبائع التفكير والعمل خلال مراحل الحضارات. عند قيام الحضارة تصبح القيم هي أعظم ما عند الإنسان. تصبح القيم، الصيام قيمة، الصيام قيمة عظيمة، قيمة تبني داخل الإنسان وخارج الإنسان، داخله وخارج باطنه وظاهره. فعند قيام الحضارة الإسلامية كان للصيام هذا المعنى العظيم الذي تبناه الناس واستفاد منه الناس. ثم لما يعني انحدرت الحضارة الإسلامية لأسباب كثيرة ليس الغاية هنا الحديث عنها، لكن عند في طور انهيار الحضارة تذهب هذه القيم وتبقى القشور، وتبقى قشورها وتبقى فقط ظواهرها، تصبح عبارة عن عبوات فارغة من الداخل ليس فيها المعنى. فيتحول الصيام كمثال، أعطي الصيام كمثال، فيتحول الصيام من قيمة عظيمة تربي النفس وتعلم الذات على يعني الصبر من أجل الله سبحانه وتعالى والإحساس بالآخرين إلى ما هنالك، يتحول إلى فقط زيادة في الطعام في الليل. يعني يذهب الصيام يصبح فقط أنك تأكل كثير في الليل، انك تجوع حالك بالنهار وتضرب على 10 أضعاف في الليل وفقط، ويجلس الانسان ينظر يعني ما شاء الله هم يعني من بين 30 إلى 45 مسلسل، فنبحث ايهما يعني ايها سنتابع حتى نرتب الليل بشكل جيد والنهار حتى نتابع اكثر. تذهب هذه المعاني، تصبح قشور. وهذا في كل مجالات الأديان، ليس فقط في الدين. أعطيكم مثال آخر حتى يتضح الأمر، ثم أنتقل إن شاء الله الحديث عن محور الموضوع اليوم. الحضارة الغربية يا أخواني قامت على قيمة عظيمة جدا، قامت على قيمة الحرية الشخصية الفردية، احترام الحريات، وهذا أمر عظيم، وهذا أمر نحن نشيد به كمسلمين ونحبه ونحترمه. لكن وهذا طبعا كان في أوج الحضارة الغربية، قضية مهمة جدا ثبت عليها الناس وأثرت في الناس. لكن اليوم والحضارة الغربية يعني في مرحلة أيضا انهيارها يعني وانحدارها، ذهب تحولت هذه القيمة، قيمة الحرية، إلى فقط يعني سماحية لسب الأديان وإيذاء الناس، وسماحية للعهر وللفسق والفجور وإلى خلع الثياب فقط. وذهبت قيمة الحرية العظيمة التي نحن متمسكون بها في هذه البلاد. الذي جاء بكم هو أن هنا تجد حريتك الشخصية، أن تمارس الدين كما تحب، أن تعتقد كما تحب، أن تتكلم بما تحب، أن يكون لك رأي. ولكن اليوم يعني اختزلت هذه القيمة، تم اختزالها إلى شيء هو أشبه بال يعني فقط إنه أنا لي حرية أن أخلع ثيابي وأمشي كيف شئت، ولي حرية أن أسب معتقداتك وقيمك يعني ومقدساتك، وليس لك علي يعني ولا حرج علي في ذلك.
وهذا في كل الأزمان وكل الأطوار، قضية معروفة مدروسة من قبل علم الاجتماع، ليس هنا يعني غاية الكلام عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع الذي أحب أن يعني أن أتحدث عنه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الفكري، أي أن نتعلم كيف كان يفكر عليه الصلاة والسلام. صح؟ فكر فيها شوي، ألا تحب أكثر أن تتعلم كيف كان يفكر؟ نعم، ممكن تقرأ حديثه وتأخذ الحديث وتطبق الحديث كما أمر، لكن أليس من الأعظم وأليس من الأنفع وأليس من الأجمل والأرقى أن نتعلم كيف كان يفكر عليه الصلاة والسلام حتى أنتج هذا الحديث؟ ما الفكر الذي كان من وراء هذا الحديث؟ وهذا يا أخواني هو الأهم، وهذا الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عنه عليه الصلاة والسلام، لأنهم عاشروه. فمن أجل ذلك لا نجد عندهم حرجا رضي الله عنهم في أن يخالفوا بعض ما أمر به في حياتهم عليهم رضوان الله، والسبب أنهم فهموا لماذا أمر بما أمر ولماذا قال ما قال، لأنهم فهموا أسلوب تفكيره عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا يعني معترف صعب وشائك، لكني سأحاول أن يعني أدخل فيه برفق ببعض النقاط، يعني الاتباع الفكري للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم النقطة الأولى في هذا يعني في هذا الاتباع وفي هذا الباب هو أن ننظر إلى اتصاله بكونه عليه الصلاة والسلام، اتصاله بالكون الذي من حوله عليه الصلاة والسلام. القرآن يا أخواني كتاب أخضر، ولا أقصد أن غلافه أخضر، لكن أقصد أنه من الداخل أخضر. إذا قرأت القرآن وجدت لا تكاد تمر على سورة لا يذكر فيها المطر والريح والجبال والشجر والدواب والشمس والقمر والنجوم، لا تكاد تمر على سورة ليس فيها ذكر لهذه المعاني ولهذه المخلوقات. كل سورة تأمرك وتأمرني وتحثنا على أن نتأمل في هذه المخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمدا من القرآن الكريم هذه المعاني عاش حياته هكذا في اتصال مباشر مع الكون. نحن اليوم في هذا الزمان نعيش في علب الكبريت، يعني بيوتنا كلها مغلقة صغيرة، ينشأ الطفل، يولد فيها الطفل وينشأ فيها الطفل، فيغدو ذا أفق يعني مغلق محدود جدا، السبب أنه غير متصل مع الكون. يعني أدلل على كلامي إن شاء الله يعني بأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظرنا حتى في أول حياته عليه الصلاة والسلام، لوجدت أن الذي أتى به إلى النبوة، الذي يعني حرض أن يكون من الأنبياء أو شجع كونه من الأنبياء. إذا أردنا أن ننظر إلى المسألة أن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده من هم مناسبون، وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم وآدم مجبول في طينته، لكن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء، صحيح، وكان يجلس في الغار. ماذا كان يصنع في الغار إذ لا صلاة قد فرضت ولا صيام قد فرض ولا تسبيح ولا أذكار ولا استغفار ولا شيء من هذا كان موجودا أصلا عنده عليه الصلاة والسلام حتى يعني ينفذه؟ ربما لو كان من بعد الإسلام لقلنا كان يذهب إلى الغار ليعتكف ويقوم الليل ويقرأ من كتاب الله، لكن لا في كتاب الله ولا في صيام ولا في رمضان ولا في قيام ولا في شيء من هذا كله. إذن لماذا كان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى الغار؟ كان يذهب متأملا، كان يذهب يجلس يتأمل ينظر في الكون. كان الغار إذا ذهبتم إليه، أنا ذهبت إليه وأنا صغير مرة في رحلة، فإذا ذهبت إليه وجلست في الغار سبحان الله هو منظر عجيب من الغار، يعني تغطي مكة كاملة، ترى مكة، ومكة طبعا يعني بلد جبلية فيعني جبالها كثيرة، لكن موقع غار حراء يسمح لك أن ترى الكعبة. طبعا اليوم من الأبراج الشاهقة التي بنوها يصعب رؤية الكعبة، لكن قديما كان ببساطة ترى الكعبة وترى الأرض فيما بعد مكة مبسوطة أمامك بجبالها ووديانها وسهولها ويعني ورمالها، وترى الأفق ترى السماء. فكان يجلس عليه الصلاة والسلام، تقول خديجة يعتكف، وتقول عائشة رضي الله عنها كان يتحنث الليالي ذوات العدد، إن يجلس بالسبعة أيام وثمانة أيام والعشرة أيام يجلس، تأتيه خديجة رضي الله عنها بالطعام وتعتكف وتجلس معه وتتأمل معه، ثم تعود إلى أطفالها رضي الله عنها وأرضاها، وهذا قبل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان عنده هذا الفهم، كان عنده هذه النظرة، كان عنده تأمل في الكون الذي يحيط به. طيب خلينا نشوف، نحن لما نصلي، إذا صلينا نصلي وفق ماذا؟ نصلي طبعا وفق الرزنامة، نصلي وفق الآب الذي عندنا على التليفون الذي يخبرنا أن صلاة الفجر ساعة كذا وأن صلاة الظهر، بس هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هم ربطوا الصلاة، هم ربطوا علاقتهم بالله بإيش؟ بالشمس. ارتباطهم بالله مرتبط بالشمس وبحركة الشمس. لم يكونوا يعرفون أوقات الصلاة لولا الشمس، كانت القضية مرتبطة ارتباطا تاما. فعليك حتى تصلي، حتى تقوم بفريضتك، أن تكون عارفا بموقع الشمس في السماء في كل لحظة، ولا ما فكش تصلي، لا تستطيع الصلاة. إذا غابت الشمس اختلط على الناس، فكان مثلا إذا غيم عليهم اختلط عليهم متى المغرب فينتظرون، يتأخروا شوي، يتأخرون قليلا، يقولون لعله يكون قد غرب، لأنه ما الشايفين، ما عندهم أسلوب آخر. كان الظهر والعصر كان للنبي صلى الله عليه وسلم عصاه، كان معروف هذا، كان العصا مغروزة في الأرض، هذه العصا من خلالها يعرفون إذا قد حان الظهر يصبح ظلها بطولها، فلما يصبح ظلها بطولها يؤذن بلال، فإذا أصبح الضعفين أذن للعصر، فإذا غربت الشمس أذن للمغرب. طيب الشمس راحت، لا لسه ما راحتش، لسه في شوية شفق في الأفق، ننظر إلى ذلك الشفق في الأفق، فإذا اختفى تماما نؤذن للعشاء، ما زال في شفق إذن ما زال المغرب. طيب والفجر ننتظر لنشوف أول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نشوف أول. فارتباطك بالشمس ليس يعني ليست قضية شكلية أو فخرية، لا لا، هي قضية يومية، خمس مرات في اليوم تبحث عن ذلك، مرتبط حتى بالشمس، بل أنت مرتبط بالقمر، فلا تستطيع أن تصوم ولا أن تحج ولا أن يعني تفرح بعيد من الأعياد إلا بالقمر. يجب أن ترى ما حال القمر، أين منازل القمر، القمر هلال ولا مش هلال، ولا يعني اكتمل. إذا أردت أن تصوم الأيام من الشهر ما كان عندهم مرة أخرى روزي، كيف يصومون؟ ينظرون إلى القمر، فإذا اكتمل القمر، القمر يا أخواني يكتمل في الشهر القمري حوالي ثلاث ليالي، يعني هو يكتمل حوالي يعني ثلاث ليالي، فهي الليلة الثالثة عشرة والليلة الرابعة عشرة والليلة الخامسة عشرة، هذه الليالي هي التي تكتمل فيها القمر. فهذه الليالي المنورة، هذه الليالي النورية، فهذه الليالي التي هذه الأيام التي تصومها هي أيام تصومها، لأن وفق القمر، وصيامك وفق القمر، وحجك وفق القمر، كله وفق القمر، نفس الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، كان ينظر يعني إلى يترقب الهلال يترصده ويقول، هذا حديث رواه الترمذي، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. يخاطب الهلال يا أخواني، يخاطب القمر عليه الصلاة والسلام في دعائه، يقول: ربي وربك الله هلال رشد وخير، هلال جميل تأتينا بالخير. إيش تكلم الهلال يا رسول الله؟ نعم يكلم الهلال عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام السيوطي في الجامع الصغير، كان مما ورد في الحديث مقال لكن له شواهد تقويه في أحاديث أخرى، كان يقول: أكرموا عمتكم النخلة. وكان له اهتمام خاص صلى الله عليه وسلم بالنخل، لماذا؟ لأن هذا كان الشجر المنتشر يعني في بلادي في ذلك الزمان. طبعا نحن نأتي من بلدان يكثر فيها التين والزيتون وغيرها من يعني من شجر المثمر، لكن في الجزيرة العربية المثمر كان يعني أشجار معدودة محددة، ولم يكن في مكة حيث ولد ونشأ عليه الصلاة والسلام ومن ثم المدينة حيث هاجر إلا النخل، كان الرمان قليل يعني، والزيتون كان قليل، كان يعرفونه لكنه كان قليلا، ولكن الأكثر كان النخل. فكان يحب النخل ويمسح عليه ويقول: أكرموها. ويشبه المؤمن بالنخلة، يشبه المؤمن بالنخلة حتى يحبوها. ولم يرد في تاريخ الحروب أن قائدا يأمر جيشه ألا تقطعوا شجرة، ما تقطعوش شجرة، ممنوع حتى لو كان ما تقطعوا شجرة. ولما قطعوا في حصار بني النضير، حصل أنهم حاصروا بني النضير، وبني النضير كانوا يعني كان عندهم حصون عالية، والصحابة كانوا في زمان الجوع، ما كان في طعام ولا شراب، وكان في البرد، في يعني أنا أعرف تظنون أن البلاد العربية ما فيها يعني أو الخليج ما فيه، بل لا في برد، والبرد الصحراء لا يشبهه برد في الليل، هذا برد قاتل، حتى مش قارس، هو برد قاتل. فكان يأتيهم وما يحاصرون بني النضير بردوا بردا شديدا، مع قلة الطعام زاد عليهم البرد، فمن شدة بردهم بحثوا عن نخيل يعني في محيط بني النضير، هو تابع لبني النضير، شجر يعني قديم أو شجر غير مثمر أو شجر يكاد يكون يابسا، فقطعوا
ويعني حتى يتدفؤوا، فحزن عليه الصلاة والسلام وعرفوا الحزن في وجهه، فنزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما تزعلوش، قطعت نخل ما تزعلوش. لكن لماذا نزل ما تزعلوش قطعت نخل؟ لأن الأمر كان ألا يقطع نخل. هذا غير لائق بسلوك المسلمين، أنك تقطع شجرة هذا ما ينبغي، كيف تقطع شجرة؟ لكن نزلت الآية تطمئنهم أنهم أنتم اضطررتم إلى ذلك ولا كنتم متتم، يعني كان الموت أقرب إليهم لو تركوا لو لم يقطعوها. عليه الصلاة والسلام يصعد على جبل أحد فيهتز الجبل يومها فيقول: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان على 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 الجبل معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. ثم يمسح على الجبل، هكذا ينزل الأرض ويمسح على الجبل، يقول: جبل أحد جبل نحبه يحبنا ونحبه. يمسح على جبل أحد يقول: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب كيف؟ ما هو جبل، وكيف يكلم الجبل؟ أثبت أحد، ليش يكلم الجبل؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام في أمور، في جوانب من شخصيته أشعر أنها ما وصلتنا، يعني لم تصلنا هذه الجوانب، وربما لو عاشرناه لتفاجأنا. أوه، هو كان هكذا عليه الصلاة والسلام، إنه كان مختلف شوي عما نحن نظن، يعني كان أكثر تواصلا مع هذا، كان يشعر بوحدة وجود، ليس بالمعنى الصوفي المنحرف، بوحدة وجود مع الكون، على أنه جزء من هذا الكون، أن عناصر جسده هي من هذا الكون، أنه من كلمة كن خرج هذا الكون بما فيه هو عليه الصلاة والسلام وكل الأمور الأخرى المحيطة به. كان إذا نزل المطر يا أخواني يقف فيمسح هكذا وهكذا، يقف ينزل المطر، فنظروا إليه فقال: ما بالك يا رسول الله، يا رسول الله إيش القصة، عطشان ولا إيش؟ فقال: بركة. فقالوا: ما بركة؟ قال: هذا، رواه الترمذي هذا الحديث، قال: هذا حديث عهد بربه، هذا جاي تازة من عند الله سبحانه وتعالى. فيقف يمسح يعني يتعرض للمطر، يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم على بطون الأودية وعلى منابت الشجر، ويأمر الناس إنه يلا نزل المطر، روحوا جهزوا يعني يسموهم من يعني ما يحيط بالشجر حتى يسقى فيه الماء، يعني جهزوها حتى تجمع الماء ويستفيد منه الشجر. كان إذا جاء الريح يقول صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من نفس رب العالمين، الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا أتت فلا تسبوها. يحزن ويغضب عليه الصلاة والسلام إذا سمع الناس يسبوا الريح. تمام، حين واحد يكون بذات الفلاحين، نحن الفلاحين ما بنحب إذا أتى الريح في بعض الأوقات يعني فيسقط منه يعني أو أوائل الثمر، فربما يغضب الفلاح فيسب الريح، يعني يقول كلمة ما تنبغي للريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أهل المدينة، عندهم هذه العادة، أهل المدينة كانوا فلاحين، لم يكونوا مثل أهل مكة تجار ورعاة، كانوا عندهم في يعني زراعة هذه مهنتهم، فربما أحدهم سب الريح فقال: ما تسب الريح، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ما تسب الريح. فإذا رأيتموها فسلوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. لما تشوف الرياح هيك يعني خلي يكون عندكم شيء من الأدب يعني في التعامل. كان إذا سمع الرعد صلى الله عليه وسلم قال: سبحان من سبح الرعد بحمده. كان له ذكر عليه الصلاة والسلام كلما سمع الرعد، يعني ما يخرج صوت رعد إلا ويسبح له تسبيح عليه الصلاة والسلام، مناسب لما يعني يعني لما سمع، فيقول: سبحان من سبح الرعد بحمده عليه الصلاة والسلام. كان من حديث عليه الصلاة والسلام فيما رواه يعني أبو داود قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه طير، فيأكل منه طير أو تأكل منه بهيمة أو يأكل منه إنسان إلا كان له به صدقة. كان يشجع الناس إنه ازرع، حط أخضر في الأرض، حط أخضر في الأرض، إنه ما بتحط شغلة خضراء فيأكل منها، تأكل منها بهيمة ولا طير يستفيد منها إلا يجري عليك بها صدقة. حتى زاد على ذلك صلى الله عليه وسلم فيما يرويه إمام أحمد إذ قال: إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وهذا حديث حسن. إذا قامت الساعة، إذا يوم القيامة قامت وفي إيدك يعني فسيلة شجر، إذا قدرت قبل ما يعني تنصعق وتروح فيها ازرعها لعل يكون فيها، لعله يكتب لك يعني بفعلك هذا أجر، لعله أن يكتب لك بهذا الفعل أنك تغرس شجرة في الأرض، يكتب لك والله أعلم يعني بها أجر.
هذا معنى عظيم يعني. فتنظر تجده متصلا بالشمس عليه الصلاة والسلام، متصلا بالقمر عليه الصلاة والسلام، متصلا بالشجر، يحب النخل ويأمر الناس بأن يزرعوا، متواصلا مع الريح إذا تحركت الريح، إذا تحرك الرعد، إذا نزل المطر. فما بقي من ظواهر الكون مما يحيط بنا؟ لا، ما بقي. كل ظواهر الكون هو متواصل معها عليه الصلاة والسلام، له فيها، له معها اتصال مباشر عليه الصلاة والسلام. وأشعر أن هذا مما يعني ينقصنا في حياتنا، حتى في تربية أولادنا، أن يشعروا بهذا الاتصال. أنت جزء من هذا الكون المحيط بك، فينبغي أن تكون قريبا منه، فاهما له، مستوعبا لما فيه، لك اتصال مباشر يومي يعني معه كما كان عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أول الحديث، لن أطيل إن شاء الله، الواحد أصلا عطشان ومش قادر، لكن هذا أول يعني باب، أول نقطة أتحدث فيها عن الاتباع الفكري للنبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم كيف كان يفكر، مش قضية إنه بديك تطلع من هو يعني. نعم تعلمت يعني ربما ذكرا جديدا أو تسبيحا يعني جديدا، لكن الغاية لم تكن ذلك. أنا ما هدفي كان أعلمك يعني أو أعلم ذكر جديد، وإنما أعلم تنظر كيف كان يفكر عليه الصلاة والسلام. يعني اليوم لما يتحدثون عن قضية الـ يعني الانفيرمنتاليزم، اللي هو الاهتمام بالطبيعة والمحافظة على الكرة الأرضية والمحافظة يعني على الموارد الطبيعية، وإن نحن كبشر يعني كبني أدمين خربنا، ربما أفسدنا يعني كل ما تبقى من موارد طبيعية في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك له هذا الاتصال، لا يقبل أن يكون يعني أن يكون هناك أذى للأرض التي نحيا عليها. وأختم لكم يعني بقصة لطيفة وردت عند البخاري ومسلم، هي جميلة، أنا أحب هذه القصة، هي قصة مشهورة. أنه صلى الله عليه وسلم كان مسجده يخطب فيه، فكان إذا أراد أن يخطب كان في جذع شجرة، نعم كان في شجرة بنص المسجد، احنا هاي النقطة لسه ما رحت فيه، حتى يعني المسجد نفسه كان في شجرة. وهذه عادة على فكرة عند أهل الشام وأهل يعني لبنان وفلسطين والأردن، أن المساجد يكون الشجر موجود في داخل حوش المسجد، حتى أحيانا في داخل المسجد، وهذا من حبهم يعني لهذه الطبيعة. فكان له جذع شجرة، إذا أراد أن يخطب وقف فاتكأ عليها عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كان معروف أنه هذا مكان خطبته، يتكئ على هذه النخلة. فلما كثر المسلمون ودخل الناس في الدين، قالوا يا رسول الله نجعل لك منبرا حتى يعني تصعد عليه فيراك الناس، أنت واقف يعني من كثر الناس ما حد شايفك منيح، يعني تتخيل أعداد البشر، فلازم نعمل لك منبر حاجة تصعد عليها فيراك، يستطيع الناس أن يروك. فقال نعم إذن فعلوا، فصنعوا له 3 درجات، 3 درجات يطلع عليهم يعني يقف يعني هكذا استطراد. فكان يقف صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة، ثم لما جاء عهد أبي بكر استحيا أن يقف على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على الدرجة التي هي أسفلها الثانية. فلما جاء عهد عمر استحيا أن يقف حيث وقف أبو بكر، فوقف على الدرجة الأولى. فجاء عثمان فقال أين أذهب، ما فيش حاجة، ما حاجة أنزل يعني وين أروح. فبنوا له منبرا مختلفا ورفعوا، لأنه ما عاش في درجات ينزل، شو يحفر حفرة في الأرض هو الهدف يطلع. لكن من حيائهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحيون أن يقفوا حيث يعني حيث وقف. فلما بنوا المنبر وقف صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح رواه غير واحد من الصحابة، رواه ابن عمر ورواه ابن مسعود ورواه جابر، رواه عدد من الصحابة، فحديث يعني مشهور ومش متواتر لكنه مشهور، يعني أرقى من الصحيح، لأن هذا شهده الصحابة يعني بأعينهم وأذانهم. فارتقى المنبر عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس، فسمع صوت غريب لم يسمع من قبل، ظنه الناس بكاء طفل، يفكر الناس انه في طفل بيبكي، فقالوا اين امه، يعني فلتسكته امه، ايش هذا بنسمع، فاذا ليس في طفل ما في طفل. فقالوا ما هذا، فاذا بجذع النخل يئن في انين يخرج من جذع النخل. فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر واخذ يمسح عليه، يقول لا باس عليك، لا باس عليك، حتى سكت، يقول ألا يرضيك أن تكون معي في الجنة، إيش رأيك، خلاص أنا تركتك اليوم في زعل أنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه وقت الخطبة، يعني وقت الخطبة كان يتكئ عليه، والآن خلاص ذهب إلى منبر حاجة أجمل، فتركه، فأن من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا يرضيك أن تكون معي في الجنة، فسكت الجذع.
وثم قطعه قطع في العهد بعد ذلك لأن الناس قدسته. صارت الناس تروح يعني مثل أشكالاتنا هيك يعني إنه هذا الجذع الذي أنبى ذهب الناس يتبركون به ويتمسحون به فقطعه أمير المؤمنين. قال لا، هذا ليس هذه الغاية يعني، ولكن يعني إذا مرة أخرى هكذا كان يعني اتصاله صلى الله عليه وصحبه وسلم بكونه الذي يحيط به والمخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا الاتصال أصيل في خلقه وأصيل في سلوكه وله معنى مهم يعني، وله دلالة مباشرة على أسلوب حياته عليه الصلاة والسلام. اليوم نحن انفصلنا عن هذا انفصالا يعني طويلا وكبيرا، ومن المفترض أن يكون المسلمون هم على الخطوط الأولى في الدفاع عن هذه الأرض، في الدفاع عن الكوكب والمحافظة على ثرواتها وعلى ما فيها من خيرات، ولا ينبغي أن يسبقنا إلى ذلك أحد إذا كنا قد فهمنا يعني فكره عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.